طيب ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير دايما باذن الله. النهارده هنشرح موقع شورت جامبو. بمجرد ما بتعمل سيرش عن الاسم هتفهم كل حاجه، هتلاقي شروحات كتير جدا، هتلاقي لينكات للصفحات بتاعتنا موجوده، وهتلاقي التطبيق بتاعنا على جوجل بلاي موجود، وقريب باذن الله هيكون متوفر على الاب ستور. فخلونا دلوقتي نخش نتفرج او نشوف الفيديوهات اللي شرحت الموقع بتاعنا او القنوات اللي شرحت الموقع بتاعنا، ونشوف ان القنوات دي كبيرة جدا وشرح استراتيجيات عظيمة علشان تقدر تكسب من الموقع بكل سهولة. فخلونا بدل ما احنا عاملين سيرش على المايكروسوفت كده او على المتصفح، خلونا نخش على الخانة بتاعت اليوتيوب بحيث ان احنا نشوف قنوات اليوتيوب كلها. بالنسبة للقنوات المعروفة لشرح الموقع هتلاقي في قنوات كتير جدا، ومن اشهرهم محمد الريان، وهتلاقي كمان قنوات كتير جدا 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 شرح الموقع بتاعنا. خليها تبقى مفاجأة وتخش تشوف بنفسك بحيث ان انت تستفيد من اي استراتيجية هما بينزلوها. تمام، هنكتب شورت جامبو على اليوتيوب، وبعدين هنخش نشوف القنوات اللي شرحها الموقع بتاعنا. كتبنا دلوقتي لقينا في قنوات كتير جدا، ويعتبر القنوات كلها او معظمها معدية 100,000 مشترك، وطبعا القنوات دي المصداقية بتاعتهم عالية جدا، والفيديوهات بتاعت الموقع جايبة ريتش عالي جدا وكويس جدا. خلونا نخش على قناة من ضمن القنوات، قناة متوثقة طبعا، منزلة الشرح عن الموقع، وهو محمد الريان، منزل استراتيجيات جميلة ممكن تخش تتفرج عليها للموقع. فزي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجة بوريها لك قبل ما تبتدي تشتغل او قبل ما تعرف اي حاجة، هي المصداقية والثقة اهم حاجة، وكمان الناس دي مش هتسيبك غير لما تخليك تكسب فعلا من الموقع. لو دخلت على خانة البحث زي ما انا قلت لك كده، هتلاقي ان احنا لينا تطبيق على متجر بلاي، ممكن تخش على التطبيق وتحمله. التطبيق يعتبر شبه الموقع، ولكن هو هينزله تحديثات قريب جدا، هيبقى متغير فيه شوية حاجات، وممكن ننزل بونص لأي حد هيحمل التطبيق كمان، يجيله فلوس على الأكونت بتاعه. تمام، لحد كده احنا بنتعرف عن الموقع، وطبعا احنا ما بنمسحش اي كومنتات سلبية، احنا بنسيب كل حاجة على طبيعتها، سواء حد عمل كومنت كويس او سواء حد ما عملش كومنت كويس، احنا بنسيب كل التعليقات وهنرد على كل التعليقات بحيث ان يكون كل حاجة واضحة، وبإذن الله انت تكسب وتستفيد وتعلم غيرك علشان ربنا يكرمك. هنخش على الخانة الاولى بتاعت الموقع وهنشوف الاسعار لكل الدول. طبعا الاسعار دي هي اللي بره هي اللي جوه، المصداقية كاملة، بس لازم تتأكد من كذا حاجة، ان احنا كاتبين اسعار للديسك توب واسعار للموبايل واسعار للتابلت زي ما قلنا والديسك توب. تمام، ممكن تخش انت بنفسك تقلب في البلاد وتشوف البلاد اللي انت بتستهدفها، وطبعا انت ما بتجيبش من بلد واحدة، انت بتنوع زياراتك، بتجيب من هنا ومن هنا. وطبعا الخانة اللي احنا دخلنا عليها دي هي خانة البايمنت بروف، وهي الخانة اللي بيكون فيها إثباتات الدفع. طبعا انت لو قلبت هتلاقي إثباتات دفع كتير جدا، وعلشان المصداقية اوقات كتير جدا بننزل إثباتات الدفع بسكرين شوت على قناة التليجرام، وهفهمك قناة التليجرام ايه لازمتها كمان شوية او في اخر الفيديو. طيب احنا دلوقتي يعني اتأكدنا من مصداقية الموقع وان هو بيدفع 100% بإذن الله، وغير كده في دعم واتساب، وكمان في قناة التليجرام لزيادة المصداقية، وكمان في دعم فيسبوك، يعني انت في امان 100% وشغال مع موقع هتقدر انت تستفيد منه وتعمل ارباح محترمة، وكمان الرد بيكون سريع جدا، واهم حاجة ان انت ما تكونش بتخالف قوانين الموقع اللي هي موجودة قدامك دي، علشان ما يحصلكش اي مشكلة او دفعتك تتلغي زي ما اي حد بيخالف دفعته بتتلغي. فعلشان ما طولش عليك، انت ممكن تبقى تقرأ الكلام ده كله بنفسك وتخش على الفيديوهات اللي شرح الموقع، هتستفيد وهتخلي عندك فكرة كبيرة جدا انك ازاي تكسب من الموقع ده، منه او من غيره. طبعا هنا المكان اللي انت ممكن تعمل منه ساين اب، بتكتب اليوزر نيم، طبعا كل الكلام ده لازم تكتبه بالانجليزي، وتكرر الباسورد مرتين، والجيميل اهم حاجة علشان لو نسيته مش عارف ترجع الاكونت، وتخش تعمل ساين ان. تخش بقى على الخانة بتاعت الاكونت بتاعك، طبعا اول ما دخلت لقيت عرض في وشك، ولقيت حاجات وتعريفات عن الموقع وقناة التليجرام كمان، والإحصائيات بتاعتك بتظهر في أول صفحة اللي هي الصفحة اللي انت شايفها دي. طبعا أنا كنت بعمل فيديو تجريبي قبل الفيديو ده، فعلشان ما نطولش على بعض، أنا حاطط فلوس عندي في الأكاونت ب
بحيث ان انا اوريك انت بتسحب ازاي او بتستخدم الموقع ازاي. طيب هتخش على خانة السحب اللي هي في الجنب، انت عندك خانات قليلة، ممكن تخش على المانج لينك وهو التحكم في الرابط بتاعتك، ولكن مش هنعمل اي حاجة غير لما نختصر الرابط. بتحط الرابط بتاعك في اول خانة، وتاني خانة بتسيبها فاضية، تالت خانة بتاعت التواريخ بتسيبها فاضية، وده اللينك المختصر اللي انت تاخده تنزله عندك او تستخدم بقى اي استراتيجية من الاستراتيجيات علشان تكسب بيها. تمام تمام جدا لحد دلوقتي، وهسيب لكم لينكات للفيديوهات اللي شرح الموقع بتاعنا تحت في الديسكريبشن، واي حد يشرح الموقع يبعت لي اللينك على الواتساب على الدعم، وان شاء الله باذن الله هنرد عليكم. كمان هنعمل دعم تليجرام قريب علشان نكون على كل مواقع التواصل الاجتماعي موجودين وبنرد عليكم. وهنخش على الخانه بتاعه السيتنج علشان نعمل طلب سحب. هتقول لي هنعمل طلب سحب ازاي من الخانه بتاعه السيتنج؟ هقول لك اصبر هتفهم كل حاجه دلوقتي. هتخش اهم حاجه على خانه السيتنج تملى البيانات بتاعتك، دي اهم حاجه علشان بس ما تتلخبطش. انا كاتب بيانات اصلا غلط يعتبر، فانا عايزك تكتب البيانات الصحيحه بتاعتك. انا بس بعمل تجربه يعني قدامك. تكتب اول حاجه اسمك والاسم الثاني، وطبعا العنوان، وطبعا الزد اي بي. ممكن تكتب على جوجل العنوان بتاعك وتكتب جنبه الرمز البريدي، هتلاقيه جاب لك الرمز البريدي بتاع العنوان بتاعك. وطبعا دي الخانه بتاعت وسائل الدفع. طبعا احنا بنزود كل فتره شويه وسائل دفع، ولو كمان ما لقيتش وسائل الدفع المناسبه ليك ممكن تتواصل معانا هنوفرها لك. زي ما انت شايف كده الحد الادنى $1، ووسائل دفع كتير جدا زي باير، بايسيرا، بايونير، هتلاقي حاجات كتير جدا، فودافون كاش يعني الموقع ده، وبيبال كمان. الموقع ده ينفع للمصريين وغير المصريين والعراقيين واي دوله اجنبيه تقدر انها تشتغل معانا. ولو كمان ما لقيتش وسيله السحب اللي انا قلت لك عليها او اللي انت عايزها، خش كلمني هوفرها لك. واهم حاجه تنزل لحد اخر الصفحه وتحط في المربع الاخير ده الحساب بتاع السحب بتاعك. طبعا بعد ما بتحط الحساب بتاع السحب بتاعك اللي هو طبعا لو انت ساحب فودافون كاش بتحط الرقم بتاع الفودافون كاش بتاعك، لو ساحب بيبال بتحط الجيميل بتاعك، لو ساحب مثلا بايونير او ساحب اي حاجه بتحط الاي دي بتاعك او الجيميل. المهم يعني انك بتوفي المعايير المطلوبة منك علشان تقدر انت تسحب الدفعة. واهم حاجة تكون عملت زي ما انا قلتلك انك ما خالفتش قوانين الموقع، وباذن الله تعمل طلب سحب والفلوس بتاعتك توصلك. طبعا انت لازم تقرأ وسيلة السحب كاملة بحيث ان انت تشوف الموقع سعره الدولار فيه 28 جنيه. طبعا ما عرفش انت في وقت ما بتشوف الفيديو ده سعره كام، اكيد هو زاد، فانت برضو ممكن تخش تشوف بنفسك. خش على خانة السحب بعد ما تملى البيانات بتاعتك، وبعدين تبدا ان انت تعمل طلب سحب. اهم حاجه زي ما انا قلت لك ما تكونش مخالف للقوانين بتاعه الموقع، وعايزك تقراها وتفهمها، ولو في حاجه انت شاكك فيها خش اسالني على الواتساب. طبعا انت بتخش تعمل طلب سحب وبتحط المبلغ اللي انت عايز تسحبه، ودي مش موجوده في معظم مواقع اختصار رابط، او كمان في كل مواقع اختصار رابط انا ما شفتهاش بصراحه، ان حد محدد لك ان انت تسحب مبلغ معين من المبلغ اللي معاك. يعني لو معاك مثلا $1,000، ومش ببالغ، فعلا في ناس عاملين عندنا اكتر من $3,000، وفي ناس عامله اكتر من $4,000، وممكن ابقى انزل لكم السكرينات دي في فيديوهات جايه. طبعا حاله السحب بيننج دلوقتي اللي هي تحت المراجعه، لما بترستر الصفحه بعد يومين لما يعني الدفعه بتاعتك بتتراجع بترستر الصفحه طبعا، او بتخش مره تانية. طبعا انا هقبلها دلوقتي علشان انا بس بصور وقت الفيديو مش عايزه يكون طويل. هقبلها دلوقتي بمجرد ما ترستر الصفحة هتلاقي اتعملت ابروفد. طبعا انت ممكن تاخد معاك يوم، ممكن تاخد معاك يومين على حسب انت ساحب عن طريق ايه. اتعملت لك ابروفد معنى كده ان هي اتراجعت وتوافق عليها. هل كده وصلت؟ لا طبعا لسه ما وصلتش، هي اتراجعت وتوافق عليها، بتصبر بعدها كام ساعة. طلب السحب بتاعك ممكن يقعد من دقيقة لحد 4 ايام. طيب لو طول عن 4 ايام، طبعا دي حاجة ممكن ما تكونش بتحصل كتير، ولكن خش على التليجرام بقى بعدها شوف احنا منزلين ايه. ما منزلناش حاجه ممكن تخش تتواصل معايا على الواتساب هنفذ لك دفعتك فورا. المهم ان المرحله اللي بعد ابروفد هي المرحله بتاعه الكومبليت. خلاص لما تلاقي دفعتك اتعمل جنبها كومبليت انت كده الدفعه اتبعتت لك. الخانه الجانبيه بتاعه الريفرال انت ممكن تجيب احالات عن طريق كذا حاجه، وهي ممكن تاخد شفره اعلانيه تضيفها عندك في الموقع، وممكن كمان تاخد اللينك ده توزعه وتديه للناس. طيب هكسب منه ازاي؟ انت مش هتعمل حاجه غير انت تدي اللينك بجد والله. يعني لما تدي اللينك انا هكسب؟ اه لما تدي اللينك انت هتكسب. طب ازاي؟ واحد عايز موقع اختصار رابط، او انت شرحت الموقع عندك حطيت اللينك بتاع الحاله في البايو او في الديسكريبشن، وحد دخل عليها
انت كده بتاخد 10% ارباح من ارباح. ايه ده؟ يعني هو لو جمع 100 هياخد 90 وانا اخد 10؟ لا، هو لو جمع 100 هياخد 100 وانت هتاخد من 10 ل 20 دولار على حسب ارباح الاحالة وقتها تكون كام. تمام. اهم حاجة في كل ده ايه بقى؟ قناة التليجرام، انك تخش تتابع اي حاجة احنا بننزلها في قناة التليجرام علشان ما يكونش عندك لخبطة في اي حاجة. طيب اعرف القناة الصح بتاعت التليجرام منين؟ ما تسيرش عن التليجرام او ما تخش على التليجرام وتكتب شورت جنبه، هتلاقينه اول صفحة بس تلاقي في صفحات كتير فيك. فانت تعمل ايه؟ انت تخش على الموقع تجيبها من الموقع. تمام. وبرضه هوريك فيديو لقناتنا ممكن تاخد اليوزر وتخش تبحث عنه. طب اكسب ازاي؟ انت فهمتني كل حاجة ما قلتليش اكسب ازاي. ما انا جاي لك اهو، هتلاقي اللينكات بتاعت الفيديوهات بتاعت الاستراتيجيات تحت في الديسكريبشن، واي حد يشرح الموقع يبعت لي اللينك احطه له تحت في الديسكريبشن، لان الناس بتكون عايزه تستفيد من استراتيجيات كتير. فانت خش اشرح واعمل استراتيجيه وحط رابط الاحاله بتاعتك واستفيد. طب زي ما الناس دي كلها عملت، يعني محمد الريان ده شخصيه محترمه جدا، شرح الموقع اكتر من مره، طبعا كلنا عارفين ان هو انسان صادق، فهتلاقيه عامل فيديوهات كتير جدا عن الموقع. بيكسب عن طريق ايه؟ بيكسب عن طريق الاحالات وعن طريق الحاجات اللي هو بينزلها، الاستراتيجيات اللي هو بينزلها علشان تقدر ان انت تكسب زيه. فبيجمع مبالغ محترمة جدا، ممكن تخش تفهم منه الفيديوهات بتاعته وهتلاقي اللينكات بتاعتها تحت في الديسكريبشن. بالنسبة لقناة التليجرام، انا استفدت ايه لما فتحت قناة التليجرام؟ لا، انت استفدت حاجات كتير جدا. استفدت ان انت ممكن ما تشتغلش وتكسب فلوس. تكسب فلوس ازاي؟ ممكن تخش تلاقي اصلا جايلك مسابقات انت ممكن تخش فيها من غير فلوس خالص، من غير شروط كمان، يعني حاجات كده بتكون ايه، عشوائية، بتنزل كل فترة، طبعا بيكون 10 دولار، 15 دولار، 20 دولار. هتلاقي مسابقات كتير جدا بتنزل باستمرار. في دلوقتي مسابقة شغالة وهو 15 دولار لأكتر حد جاب زيارات كويسة. يعني ايه كويسة؟ ما فهمتش. يعني كويسة اكتر حد مثلا جاب زيارات؟ لا، انت ممكن تكون جاب 20-30 زيارة وتكسب المسابقة دي. طب ازاي يعني اكون جاب 20-30 زيارة واكسب المسابقة؟ طبعا هنقارن بين المشاهدات بتاعتك وبتاعت غيرك، وبنخش نشوف احسن زيارات جاية. يعني الزيارات جاية دي كلها كويسة، كلها من مصادر موثوقة، كلها جاية من دول كويسة، مفيش كتير زيارات متكررة، مفيش زيارات جاية عن طريق الفي بي ان كده. يعني بنشوف احسن زيارات جاية او اكتر شخص استفاد من زياراته، وهنديله 15 دولار دول سواء هو كان جايب زيارات كتير او جاب زيارات قليلة. والاحسن او المرشح طبعا اللي هيكون جاب زيارات كتير جدا. وزي ما انت شايف كده بننزل شروحات انت تستفيد بيها اصلا لوحدك، حتى لو مش على موقع شورت جنبه انت تستفيد بيها. هتفهم ازاي تجيب زيارات كويسة، هتفهم ازاي تخلي الموقع بتاعك كويس جدا بيجيله زيارات كويسة جدا، هتفهم مواعيد الدفع، هتفهم الاحصائيات بتاعتك هتكون كويسة امتى او ازاي، وازاي تتخطى الرابط، وازاي تشتغل، وازاي تجيب مشاهدات كتير. وكمان اثباتات الدفع كلها او معظمها، 50% من اثباتات الدفع بتكون في قناة التليجرام. وهنحاول ان احنا ننزل الفترة الجاية فيديوهات كتير للدفعات اللي اتبعتت، بحيث ان احنا نأكد برضو المصداقية. وبس كده يعتبر الفيديو اصلا خلص، دي كلها دفعات اتبعتت. فاتمنى ان الفيديو يكون عجبك، وطبعا علشان تكسب انا هسيب لك او تتعلم ازاي تكسب، يعني هسيب لك فيديوهات كتير جدا شرحت الموقع بتاعنا تحت في الديسكريبشن. تخش تشوف بنفسك، تتأكد، تعرف الاحصائيات. انت كمان ممكن تكون من الناس دي، ممكن تشرح الموقع وتحط كمان رابط الاحالة بتاعك. يعني انت ما عملتش حاجة اصلا غير انك شرحت الموقع وتبعت لي اللينك عندي على الواتساب على لينك الدعم، وحط اللينك بتاعك تحت في الوصف علشان الناس برضو ممكن تخش وتشوف. لو الاستراتيجية بتاعتك كويسة هتلاقي ناس كتير اشتغلت بالطريقة بتاعتك، وطبعا انت تستفيد من ارباح الاحالة. انت متخيل ان انت لما تجمع 1000 دولار انت هتاخد 100 دولار من الموقع او 200 دولار، يعني من 100 ل 200 ارباح الاحالة من 10-20%. فانت كسبان 200 دولار من واحد بس من الهوا. يعني لما تجيب واحد يجمع 1000 دولار الموضوع سهل جدا اصلا. 1000 دولار ايه يعني؟ هتجمعهم من كام زيارة؟ يعني انت لو جمعت اصلا 1000 زيارة بيجي لك من 6 ل 25 او ل 30 دولار. انت متخيل؟
يعني انت الكسبان في كل الحالات. انت لو جمعت لو جبت شخص كويس بيجيب زيارات كويسة من دول كويسة وجمع 2000 زيارة جاب فيهم 60 70، فانت الكسبان، هيجيلك من وراه ارباح كويسة جدا حتى لو الزيارة بتاعته قليلة. فطبعا اي حاجة انت كسبان بسببها، وانت لازم تعلم غيرك وتنزل فيديوهات تشرح فيها للناس او للناس اللي شغالين معاك او للمستخدمين بتوع الموقع بتاعك ازاي يتخطوا الرابط. وطبعا الزيارة بتتحسب لما الشخص بيتخطى الرابط مش لما بيخش على الرابط، في فرق علشان ما حدش بس يستغرب ان هو مثلا دخل على الرابط والرابط ما حسبلوش الزيارة. طبعا لازم تقرأ القوانين كويس جدا مرة واثنين وثلاثة، والقوانين بتتحدث كل فترة، فانت خش اقراها كل فترة يعني. وطبعا دي بعض الاجزاء من اثباتات الدفع، عايزك كده تبقى تخش تتفرج عليها. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة دي وقناة التليجرام علشان يوصلك كل التحديثات الجديدة. وكمان ممكن تخش على بيج الفيسبوك تعمل عليها لايك وتعمل ريت كويس وتحمل التطبيق بتاع الموقع علشان تعرف تشتغل كويس جدا. وانا سيب لك الفيديوهات بتاعت شروحات الموقع او الناس اللي شرحت استراتيجيات كويسة تستاهل، هتلاقيني سيبها لك تحت في الديسكريبشن. خش اتفرج واكسب، وما تنساش اللايك بتاعك الجميل. سلام.